مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج من المجتمع. نستضيف في حصة اليوم الشاب توفيق حشيشة ليحدثنا عن خبايا تجارة المخدرات في البلاد. شهادة جديدة طبعا من الشاب توفيق حشيشة، أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟ بس عايش. يعني في البداية نشكر شجاعتك للمشاركة في هذا البرنامج. عايش اختي. حدثنا عن مهنتك، ماذا تفعل؟ انا مبيع زطلة اختي. يعني تعمل في المخدرات، تبيع لا مخدرات؟ مش مخدرات، انا مبيع زطلة مخدرات يبيعوها لجروسيست. انا دي طيون نقطع ونبيع. انا راح نشتري من عند الجروسيست تاع المخدرات، وبعد نشريهم ونقصهم وبعد نبيع زطلة. ما الفرق؟ الجروسيست بالك يشريو بلي كونتينر وذاك، واحنا راح نشوف من عندهم بشوية ونبيعوا للزبائن تاعنا. طيب يعني طريقة البيع والتوزيع كيف تتم؟ نظهر الصباح على 4 ولا 5 تاع العشوة، وعندي سكوتر، راح في السكوتر وراح ندور على الكليون نبيع لهم، و 12 الوحدة تاع الليل نخلص. من هم زبائنك؟ الزبائن تاعنا لا بوبيلاسيون كل متنوعين، متنوعين، يعني كافة شرائح المجتمع. تو لي زادوليسون، لي زادوليسون من 20 طون حتى ل 55 طون. لي زادوليسون تاع الجزائر كل يشيو من عندنا. يعني أفهم من كلامك حتى المراهقين يشتروا منكم المخدرات؟ هذوك المحروقين هذو تاع من 20 حتى ل 65 سنة كل يشيو من عندنا. ومن أين يأتوا بالمال؟ كاين لي زوم دافير، كاين اطباء، كاين لي ميدسان، كاين لي دكتور، كاين لي زافوكا، كاين لي جون، لي زيتيديان، لي زامبيتي تاع البرلمان، كاين حتى اللي عندهم لحيه. معقول؟ ما باش اكل بصح اللي كان عندهم لحيه. معقول حتى المتدينين؟ خاطر شي يقول لك، هو يقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء. حدثنا عن الزبائن، ولكن ما هي رسالتك إلى البرلمان الجزائري؟ كي تشوفي الدولة مثلا الآن، الدولة تبيع في الكحول، يا أخي تبيع في الكحول، تبيع وتسلكوا لي زامبو. خلونا احنا نبيعوا ونسلكوا لي زامبو، سلكوا الضرائب كما هما. ولكن الكحول تختلف عن المخدرات. لا لا لا، زطلة ماشي كما المخدرات. زطلة واحد مسطول تلقيه اضحك زهواني مسطول، واحد سكران يقول لك انا سكران ويضرب يهوش يكفر على ربي. يعني أنت تنصح بالمخدرات بدل عن الكحول، ولا تنصح بأنه يكون هناك رخصة للمخدرات أيضا واستعمالها؟ شوفي حتى في القرآن ربي خي قال الكحول حرام، يا اخي الكحول حرام، ما هدرش على زطلة. احنا شتينا نخدمو كيما هما يخدمو بريجست كوميرس، يديروا لنا ريجست كوميرس، لكن روحنا نشريو من عندهم، من عند اللي يبيعوا المخدرات يخرجوا لي كونتينر نورمال. شتي البور، البور على بالك، نعم. البور في هذاك البون، نعم. هذاك الجسر هذاك اللي يخرجوا منه لي كونتينر اللي فيهم المحارق، المحارق تاع المولد. هذاك المحارق تاع المولد كاين لي كونتينر يخرجوا فيهم المخدرات، وبعد احنا نقلبوهم زطله. تسمى تجاره واحده. على المحارق يبيعوهم نورمال، وحنا ما يخليناش نبيعوا زطله يقول لك تردي. طيب إذا ما السبب، ما المشكلة، لماذا يتم لك مصادرة واعتقال من يتعامل مع المخدرات إذا هذه تم؟ اللي ما فهمتهاش والله، هذه اللي ما فهمتهاش. يبيعوا في الكحول ويقول لك هذا مليح للاقتصاد، وزطله ثاني مليح للاقتصاد. سوتنا نورمالمون يديروا لها لوتوريزاسيون، يعطينا ريجست كوميرس ونوليو نخدموا كيما الناس عادي. يعني يبدو من حديثك انك مثقف ومتدين ايضا. مثقف ومتدين وقارئ القرآن. طيب انا شفت معك سيجاره، مش عارفه هل هي هاي المخدرات؟ شو تعمل تحديدا فيها؟ هذه ولا الحشيش اللي نبيعوه. هل في أنواع من الحشيش ولا هو نوع واحد؟ كاين أنواع بزاف.
يعني ليش خربتها السيجارة؟ صبر علي. تفضل. هي اللي بعد تخرفني. انا ساعه ساعه ننزل البيس، والله ما على بالي وراني رايح. ضحك مش فوراني. بس الكول مش مليح، الكول حتى من ناحيه البيئه. الكول فيه الزجاج، يطيش الزجاج، يكسر، يقطع الاولاد. بس الحشيش مختوم بالحشيش، لا سمو الحشيش. من الحشيش، من الفخذة. طبيعي طبيعي كما يقولوا هذاك، يقول لك ايه اللي بيد قرادابي. مسطول يضحك دائما، مسطول. ما كانش مظاهرات، ما كانش لابولي، ما كانش قزوله. حتى في الصطاد، في كي يروحوا يشوفوا المقابله تاع كره القدم في الصطاد، تخسر ولا تربح هاك فرحان. هما الدوله يشتيونا كيما نقولوا والو، يموتوا علينا كي نسكتوا. ورايك بالانتخابات؟ انا مع اكبر مسطول في البلاد. ليش؟ هل حيأمن لكم حياة أفضل؟ ديجا هو كي تشوف دائما هو مسطول. مين هو تحديدا؟ متسرقة. ظني بيكي. نروح نفوتي على هذاك النكاس هذاك، قسما ما يعرفهاش. يعني مختصر مفيد. لازم 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 المسؤولين هذا هما يجيبوا الكليون تاعنا. كي تجي يشري من عندك هكذا، يقول لك ايه ومليحه، ودوك نسقموا لكم الاحوال ونعطيكم هذوك الكراجات تاع البريزيدون، تبيعوا فيهم ترانكيل وذاك. وفينالمون يروحوا يشريوا. شرو ماذا؟ واضح انك يعني واسطتك قوية، لذلك تخرج عبر الإعلام وتتحدث بهذه الجرأة. فهمت السؤال؟ والله ما فهمت اختي. هدرتي لي بالعربية تاع الرسالة. يبدو أن واسطتك يعني عندك لديك واسطة قوية في عندي الدولة. عندي طفطافة، عندي سكوتيرة، ولكن نفس الصباط تاع الموطو. ومن بعد نديك نضرب موتور، نديك العين فوارة، تشرب الماء تاع العين فوارة. قال لك لي اشرب الماء تاع العين فوارة يولي. لا شكرا، يعيشك. مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة. تعرفنا وإياكم على قصة الشاب توفيق حشيشة الذي يبيع المخدرات. يا أختي قلت لك ماشي المخدرات، نبيع الزطلة. الزطلة كما ذكر الأخ توفيق. مخدرات. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.